أحداث حصلت هي أحداث كرة القدم اللي خرج عن النص هيتعاقب، والعقوبة طبعا هتبقى وفقا للجنة التظلمات. واحنا ما بنبصش لألوان، بنبص لكرامتنا. أنا بتكلم نيابة عن لجنة التظلمات أو أي عضو في اتحاد الكرة أو أي مسؤول في اتحاد الكرة. فالكلام ده كله ليه؟ احنا ولا نازلين انتخابات ولا عندنا أي أغراض، وهدفنا هو تطوير الكرة المصرية. هتلاقي جماهير نادي معين يبتدوا يتكلم، مسؤولين نادي بيطلعوا، طبعا بقى في تجاوز، واي ما اي حد هيتجاوز يا مهيب هيتعاقب. اي حد هيتجاوز هيتعاقب، مفيش حد فوق القانون ولا فوق اللوائح. والحد فاكر ان محدش هيتعاقب هيتعاقب، وانت عارفني كويس الحمد لله انا كرامتي فوق كل شيء. لذلك كل شخص في الاتحاد المصري لكرة القدم، احنا مصر بلد قوية جدا بالقانون، حد هيطلع بره النص هيتعاقب وعادي جدا جدا ويطبق عليه القانون. وساعتها خلي بالك الشعب المصري والجماهير وكل الناس هتحترم الكلام ده، ان انت ما الفرق بينك وبين اي بلد متطورة هو تطبيق القانون. فاحنا بنعمل الكلام ده كله، احنا قادرين على الحمد لله ادارة اي موقف. لكن انا بقول لك الكلام الكتير هو ده اللي بياخد الطاقه السلبيه منك، او يعني او طيب. بياخد الطاقه الايجابيه منك ويطلع كلام سلبي كتير قوي. اتحاد الكره دعا لاجتماع طارئ لطبعا لجنه الانضباط، وعلى اساسه دعاش لاجتماع وعلى اساسه المستشار سيد المنداري دعا غدا اعضاء اللجنه، وغدا هيكون في قرارات حاسمه، ويعني هتعلن عقوبات حاسمه، قرارات طبيعيه يعني قرارات طبيعية. ماشي يعني لغه الاعلام والصحافه، بكره هيبقى في قرارات اللي اساء او اللي عمل حاجه في قرارات السوبر. طبيعي واحد اساء طلع بره النص وفقا للتقارير وفقا لكل الادله هيطلع هيتعاقب عقوبه بقى كبيره، عقوبه كل واحد حسب جرمه، او يعني مش عايز اقول جرم ده حاجه جنائيه، حسب طبعا تصرفه. انا كان معايا تليفون يا كابتن محمد، كل حاجه تبقى واضحه. كابتن محمد كان معايا تليفون مع المستشار سيد بنداري قبل الهوا، وهيستعين بشرائط المباراه، يعني مش هيستعين بالفيديوهات المنتشره على السوشيال ميديا، يعني مش اي حد معاه فيديو متشير. المستشار سيد بنداري ما حدش يقدر يتدخل في اي قرار طبعا، ده مستشار، ده راجل قانون طبعا. وانا دوري مش ان انا ولا انا بقول لك انا راجل، الناس تعلم طبعا انتمائي للنادي الاهلي، ولكن على الترابيزه بنتمي الى كرامتي فقط، الى العدل فقط. كذلك في بعض الاعضاء سواء استاذ عمرو، دكتور احمد عبد الله، الناس كلها عارفه ان كان في هم مسؤولين سابقين في نادي الزمالك او كلاعب سابق دكتور احمد عبد الله، لكن على الترابيزه انت ما فيش غير حاجه واحده بس، هي كرامتك. تمام، موضوع واضح جدا، يعني مش محتاج ان انت تقعد تعيده 60 مره. دي حاجه. الحاجه الثانيه، سياده المستشار سيد البنداري راجل قانون، راجل يعني معاه لجنة محترمة جدا، ولجنة تعرف ازاي تطبق القانون دون التحيز، يعني ده القانون، يعني لكن نقول الكلام ده ان الكلام ده اصلا ده طبعا يعني عيب، يعني طبعا 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 هو في الاخر صاحب القرار، ويمكن كل حاجة اتشافت. ايوه يعني في حاجات اتشافت في التلفزيون، كل حاجة خلاص. هو كمان كان متواجد في المباراة كمان، وانا كنت متواجد، خلي بالك انا مسؤول بالظبط، كنت مسؤول عن المباراه بالظبط، دخلت الملعب ونزلت وشفت احداث كثيره جدا جدا، وما رضيتش اعقب امبارح. انا قاعد برضو بتكلم واشوف، لكن لا، شفت احداث كثير، شفت احداث كثيره جدا، وكنت جوه الملعب، وكنت مسؤول عن تسليم الجوائز. طب ده حضرتك هتوصله للجنه الانضباط؟ هوصله، هو انا محتاج اوصله طبعا. لا أوصله. مش قصدي يعني طبعا بصفتك. اي حاجه يا مهيب، اي حاجه، اي حد خرج على النص، مفيش حاجه اسمها كده، دي شهاده حق، وانا مسؤول. فدوري اي مسؤول كان متواجد في الملعب شاف حاجه بيتقال، زي ما احنا شفنا قبل كده وقلنا، كل ده هيتقال. وزي ما بقول لك اي حد خرج عن النص هيتعاقب طبعا، مفيش كلام. وسياده المستشار سيد البنداري وفقا للادله هو اللي صاحب القرار، تمام، انا اتدخل امبارح. كان احنا بنكتب، بنكتب دورنا. ايوه ده حقيقي.